انا اللي كاتب التوصيف ده، واسمه Selected Topics on Contemporary Issues، والغرض منه ان الامور الهندسيه بتتغير كل شويه، خصوصا فيما يخص المشروعات القوميه، فكنا عايزين الطلبه قبل ما تتخرج تعرف شويه عن المشروعات دي. فعملنا الكورس ده بيبقى دايناميك، بيرفلكت اللي بيحصل في الريال لايف، وهو عباره عن 2 كريديت اورز بروجرام. There is no tutorial and there is no lab. Required student workload 50 ساعة. Well, course contents exposure to national mega projects in different disciplines. كلمة different disciplines هنا يعني موضوع كهرباء موجودين، ميكانيكا موجودين، عمارة موجودين، مدنة موجودين. Related to water, energy and food security، لأن دول مرتبطين ببعض، بنسميهم WEF Nexus. وأهمية المالتي ديسيبلينري ثينكينج ان ذا سنس ان كل المشروعات حتى اللي في اي مجال من المجالات الثلاثة اللي ذكرناهم دلوقتي هما فيهم تخصصات مختلفة مع بعضها. Project Management Basics Related to National Projects، نتكلم على تفاصيل المشروعات دي وطرق إدارتها. وpressing engineering issues depending on the time of the course، عشان كده الكورس dynamic. ومدي هنا مثالين صغيرين، هو تأثير السي ليفل رايز وتأثير الجريت إثيوبيان رينيسانس دام on Egypt. موضوع السي ليفل رايز ده له دعوة بالكلايمت تشينج، واحنا عارفين ان مصر النهاردة عندها حاجة مهمة جدا هتحصل في الكلايمت تشينج في نوفمبر. هل انتوا عارفين ايه اللي هيحصل ولا ما بتقروش الاخبار ومش مهتمين؟ بجد مش عارفين؟ مؤتمر المناخ او كده؟ نعم؟ مؤتمر المناخ. في الاجتماع بتاع اسمه كوب 27، وده اجتماع على مستوى رؤساء الدول بيتكلموا في تغير المناخ. السنة اللي فاتت كان في جلاسكو، والسنة دي هيبقى في مدينة شرم الشيخ، والسنة الجاية هيبقى في الإمارات العربية المتحدة. وده موضوع شديد الأهمية ويرتبط بموضوع السي ليفل رايز، اللي هو إن مصر يمكن عليها تتأثر تأثرا كبيرا بتغير المناخ، ويمكن أكتر تأثير هو ارتفاع منسوب سطح البحر اللي ممكن يغرق بعض المدن الساحلية اللي المنسوب الجغرافي بتاعها قليل شوية. الحقيقة توزيع الدرجات هو غريب شوية، لأنه عليه 80% على الفاينل إكزام، ودي درجة عالية قوي، و 20% لستودنت أكتيفيتيز. فأنا هتكلم معاكم عن الستودنت أكتيفيتيز وهتكلم على الفاينل إكزام. ستودنت أكتيفيتيز الحقيقة من خبرتنا في التدريس الكورس، معانا المهندسة ميرنا إن شاء الله تبقى أفيلابل، بيبقى شوية منه على الريبورت اللي هتقدموه، بس ده كولكتيف ريبورت، يعني تقسموا جروبس وكل جروب هيعمل ريبورت على مشروع من مشروعات القومية اللي هنتكلم عليها. عددهم كام المشروعات؟ كتير خالص الحقيقة، وممكن يتغيروا مع الزمن، يعني ممكن واحنا كمان اسبوعين كمان شهر الرئيس السيسي يفتتح مشروع وانا اشوف ان هو مهم فيبقى جزء من الكورس. والجزء الثاني من student activities هيبقى على الكويزز، والكويزز دي كلها MCQ، وانا عاملها مخصوص عشان ما تخافش من الفاينل اكزام اللي عليه 80%. يعني you will practice at least 5 times ازاي تحل الكويزز من وتعرف الاجابات من المحاضره، عشان لما تخش في الفاينل اكزام تقدر انك انت to have a high score. الستودنت اكتيفيتيز متقسمه ازاي بتوين كويزز ولا بتوين الريبورت تعتمد على درجاتكم. احنا عاوزين نديكم اعلى درجه في اعمال السنه، فبنشوف هل موست اوف ذا كلاس نمرته عاليه في الكويزز، فندي مثلا على الكويزز 15 وعلى الريبورت 5. لقيت دول زي دول والنمر تقريبا، وببص انا على الفريكونسي اناليسيس، فهندي 50% فور ريبورتس and 50% for quizzes. هل في أي أسئلة أو استفسارات في الموضوع؟ Hello.
هل ممكن جروبات الريبورت تبقى مفتوحة من السكاشن، يعني مش لازم يبقى محددة بسكشن معين؟ ثانية واحدة، لو قول لما اسأل بشويش كده، أنا مش سامع صوتك، قول. هل ممكن الجروبات بتاعت الريبورت تبقى على مستوى الدفعة مش على مستوى السكاشن؟ مفيش سكاشن أصلاً، أنت بتتكلم إزاي؟ بص فوق مكتوب نو تيوتوريال، زيرو تيوتوريال. أنت ايوه تمام كده، ولا إيه؟ ايوه تمام كده. يا ريت تركزوا شوية، لأن أنا يعني من ملاحظتي من الشباب اللي كانوا معايا في الترم اللي فات، انكم يعني او هم يعني كانوا اعتقد من وجهة نظري مجموعة من المستهترين and they paid for this، فانا مش عايزكم تمروا بنفس التجربة دي. والحكاية ماشي اللي انا عرفت ان هم مستهترين، ان هم كان في الكلاس انا اقول يا جماعة حد له كومنت، حد عايز يسأل سؤال، وكان مثلا اللي حاضرين مثلا 250 300، ما حدش يرد. طب اوكي، انت فاتح التليفون ومفهمني انك انت معايا وانت اصلا بتعمل حاجة تانية، I'm sure you have to pay for it. تمام يا شباب؟ I'm not threatening you. I'm just warning. Okay يا شباب؟ تمام يا دكتور، تمام. تمام يا دكتور. أو بعد ما نخلص، أو حد يقول لي مثلا طب هناخد إيه بقى في المحاضرات؟ أنا الحقيقة السنة اللي فاتت كنت عامل سيستم، والحقيقة السيستم معظمه اتحقق، فهنوريكم دلوقتي إيه اللي موجود. فمثلا دي list of lectures بالعناوين دكتور هو السلايدز قفلت. معلش انا عارف، انا بدور على اهو، بدور على الويندو تاني اهو، وبعدين هقوم فاتح ده كده، وبعدين عامل ده كده نفس اللي عملته المرة اللي فاتت عشان اهو. ها يا شباب، كده كده الامور واضحه، ها شايفين مظبوط. فالنهارده مثلا يوم 20 فبراير، ودي اول محاضره، فهناخد هنتكلم على استراتيجيه مصر 2030. ايه استراتيجيه مصر؟ علاقتها ايه بالكورس؟ ما هو كل اللي احنا بنعمله دلوقتي وكل المشروعات القوميه العملاقه اللي احنا هنتكلم عليها كلها جوه الاستراتيجيه، وهتشوف ازاي هي جوه الاستراتيجيه، وإن الاستراتيجية دي بطريقة أو بأخرى مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة دكتور. اللي هي SDGs. ممكن نسجل بس المحاضرة؟ نعم؟ نسجل المحاضرة بس. آه، ما هي المحاضرة متسجلة. أنت مش معانا ولا إيه؟ لا، أصل مش حضرتك اللي مسجلها، فمش باين لي الوقت. طبعًا الأول دلوقتي اتسجلت. We are recording. أنت مش حاضر معانا من الأول ولا إيه؟ لا موجود، بس اللي مش بيسجل مش حضرتك، فمش باين لي الوقت اللي بيمشي. طب ثانية واحدة كده، أنا I will stop sharing. لا هي بتسجل يا دكتور، هي بتسجل. يا ابني اصحى بلاش إنه you are, I am very sure إنك أنت are going to pay for ال indifference بتاعك ده. فاهم كلامي ولا مش فاهم؟ والله موجود. تمام فاهم. حاجة عجيبة. دكتور هو الريكورد بتاع حضرتك واقف، حد واقف تقريبا، فهو قصده على كده يعني. نعم؟ الريكورد بتاع حضرتك واقف. مش فاهم بتقول ايه؟ الريكورد بتاع حضرتك بعد ما حضرتك سجلته وبعد كده اشتغل واحد تاني، فعشان كده هو اتلخبط بس. I'm not hearing you very well. يعني قصدك we are recording صح؟ مش انتوا شايفين ان في علامة recording ولا مش شايفين؟ هو انا عندي. ايوه دكتور كله تمام. هو تقريبا في حاجة مشكلة في التيمز، انا عندي مش موجودة برضه. مش فاهم، اعوذ بالله. انا I will stop sharing. انا عايز اعرف في بس حد سجل دكتور في هو احنا بنسجل اهو المحاضره شغاله دكتور. أيوة، بس هو في ناس البرنامج مش لاقط عندها ان هي بتسجل، في ناس مش لاقط البرنامج مش لاقط عندها بس، لكن المحاضره شغاله وبتسجل عادي. اعوذ بالله من يعني سبحان الله.
نفس المشكلة حصلت. أنا بس يعني قفلت عشان أتأكد إن إحنا بنسجل، لأن في بعضكم يعني لخبط لنا الأمور. فأنتوا شايفين إيه دلوقتي؟ المحاضرة دكتور بتسجل عادي، بس السلايد دلوقتي اختفت. طبعاً السلايد اختفت. لكن المحاضرة بتسجل بقالها 13 دقيقة. بالظبط كده. كده شايفين إيه؟ السلايد رجعت. لو سمحتم لو واحد مش متأكد من حاجة please don't interrupt me. كون انك انت مش مهتم او مش فاهم احنا بنعمل ايه، ولا عايش في دنيا تانية، ولا بتعمل حاجة واحنا بندي المحاضرة، keep silent please. هنتكلم على ايه استراتيجي 2030 وعلاقتها بالسستينبل ديفلوبمنت جولز. والحقيقة ريبورت اللي انت هتقدمه by the end of the course لازم وانت بتتكلم عن المشروع اللي انت اخترته عشان تقدمه فيه الجروب ريبورت، هتقول لنا علاقة البروجكت اللي انت مختاره بحاجتين، بالاستراتيجي وبالاس دي جيز. عشان كده المحاضرة النهاردة very important، لان ليها دعوة بالفاينل ريبورت اللي سيادتك هتقدمه. بعد كده انا هكلمكم شوية عن الميجا بروجكتس، وهنبص بقى على series of lectures given by experts، كل واحد بيتكلم في تخصصه. فهنسمع الفيديو بتاع الأستاذ محمد باشمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الري، هيكلمنا عن مشروعات الري. وبروفيسور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي هيكلمنا على New Administrative Capital. ودكتور حسن مهدي هيكلمنا على Transportation Projects. دكتور محمد السبكي هيكلمنا على Energy Projects. دكتور بيتر رياض هيكلمنا على Great Ethiopian Renaissance Dam. دكتور محمد فرجاني هيكلمنا على مشروعات الزراعة. دكتور تهاني سليط هتكلمنا على Nile Basin Cooperation. Engineer وإن شاء الله very soon دكتور نوها سامي هتكلمنا على Environmental Projects. ويمكن دكتور سيد إسماعيل هيكلمنا على Water Supply and Sanitation Projects. وبعدين أنا هكمل معاكم Wrap Up and we can discuss in detail لو عندنا وقت الجروب بروجكتس اللي هتتقدم. هي دي الخطه بتاعتي. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ اولا مفيش ميد تيرم، وي هاف ا تيتشنج اسيستنت، بالرغم ان احنا ما عندناش تيوتوريال، وعندنا خمس كويزات تقريبا. every two lectures there will be a quiz. الكويزز عباره عن 10 MCQ questions، سيادتك هتجاوبهم في وقت معين، غالبا بيبقى ليت افترنون، وبعدين بنجمع الخمسة كويز. المرة اللي فاتت عشان نمر الكويز كانت متباينة، وفي ناس يقول لك وقع الانترنت عندي أو عملت وحش يا دكتور، فاحنا خدنا the best three quizzes out of the five اللي هم احنا عملناهم يعني. تمام يا شباب، دلوقتي هنسمع الفيديو اللي أنا كنت مديه الترم اللي فات عن ايجيبت ايجيبت استراتيجي 2030. ثانية واحدة، طيب يا جماعة أنا برضو عندي نفس المشكلة، عايز يعني أحمل الفيديو، فإيه الخطوات؟ أنا كل مرة أنسى أنا بعمل إيه. ديسكتوب، طيب نشوف كده. تمام، وبعدين هنزل دي تحت، وأجي هنا أقول شير، وبعدين أروح على screen share وشوف الويندو. شباب شايفين إيه دلوقتي؟
مش شايفين اي حاجه. دلوقتي شايفين ايه؟ Egypt Vision. شايفين فيديو يا دكتور. تمام اوكي. I will work the video now. هل سامعين الفيديو؟ هيا يا شباب سامعين اه دكتور. ظاهر بس وزارة التحقيق والتنمية الاقتصادية وموجود منه عربي فيرجن وانجلش فيرجن. اللي انا هحاول لكم دلوقتي هيكون summary of the document itself. It starts with the Sustainable Development Strategy, Egypt Vision 2030. We have main pillars. But before going to the pillars, I like to draw your attention that we have three dimensions. The social dimension that includes social justice, health, education, and training culture and culture. And the environmental dimension that includes environment and urban development, and the socio-economic dimension that includes economic development, energy, knowledge, innovation, and scientific research, transparency and efficiency of governmental institutions. Danny, in Vision 2030, it has three dimensions. Three dimensions all are divided into different pillars. But before going to the pillars, I am going to review with you the contents of the report. It has a main objective by 2030. It has some objectives, and it has key performance indicators called KPI for each sub objective, and for this key important performance indicators, you have input indicators, output indicators, and strategic results indicators. Then we have quantitative targets for each KPI. Then challenges that prevent achieving targets, and it can be classified under three categories. High impact and can be easily faced, moderate impact and difficult to deal with, low impact and difficult to do to deal with. Why I'm having this classification? To put priorities for the KPIs. Then maybe have an additional section on new suggested indicators in addition to the available KPIs because of changing of things. The seventh and last point has to do with promises, programs, and projects. كل سطر من دول هندرسه بالترتيب وبالتفصيل. بعد كده هنبص على these are the values. دكتور لو سمحت. ايوه. اتفضل. لو سمحت يا دكتور بس ممكن حضرتك تعمل كونكت بين العربي والانجليزي عشان خاطر حضرتك في كلمات جديده او مصطلحات بالنسبه لنا مش مفهومه. يعني انا مثلا ما اعرفش الكي بي اي ما اعرفوش. لا بس ممكن حاجه بس بص عشان خلي بالك انت بتسالني you have to be very careful. هل الرساله دي ما فيهاش تعريف الكي بي اي؟ ركز معايا موجود فيها يا دكتور بس حضرتك يعني لسه احنا عليه اهو يعني هبقى اكتر من كده وضوحا ازاي يعني قصدك يا دكتور بس شرح بالعربي بس يعني حضرتك على الاقل شويه عربي الكورس بالانجليزي والامتحان بالانجليزي ولو كان في مشكله عندكم في اللانجوج ممكن تقولوا لي انا مش شايف حاجه المثال الوحيد اللي ضربتوه متعرف على السلايد تمام يا دكتور احنا مش مختلفين يا دكتور احنا مش مختلفين مع حضرتك والله احنا بس بنتناقش مع حضرتك في حاجه مش لا تتناقش بطريقه يعني ما تكونش يعني مش عارف اقول ايه يعني بس معلش ما عندكش بقى الكويشن لا بي كوايت تمام
آسف آسف جدا لحضرتك. السلام عليكم. سنة 2030 we like Egypt to be among the top three countries. في إيه بقى؟ في الانديكيتورز اللي انت شايفينهم لعددهم خمسة. بالنسبة للأنتي كوربشن احنا ترتبنا 94. عاوزين ننزل من 94 لحاجة تحت ال 30. The size of economy measured by GDP. GDP يعني gross domestic product عبارة عن الانتاج القومي المصري. احنا ترتبنا 41 وعاوزين نبقى في 30 الاولانيين. هنا ماركتس كومبيتيتيفنس ترتبنا 116 وعايزين نبقى في 30 الاوائل. هنا هيومن ديفلوبمنت ترتبنا 110 واحنا المفروض نقرب من 30. واخر حاجه كواليتي اوف لايف تجي ترتبنا 135. بعد كده بقى هنمسك كل دايمنشن من الدايمنشنز الثلاثة اللي احنا شرحناهم وهنحط البيلرز بتاعتهم. فالايكونوميك دايمنشن في كام بيلر؟ في أربعة بيلر. The first pillar economic development by 2030. Second pillar energy. Third pillar knowledge, innovation and scientific research. The fourth pillar transparency and efficient government institutions. Fifth social dimension, أربعة pillars برضو. Social justice, health, education and training and culture. Fifth the third environmental dimension, two pillars, environment and urban development. هنا بقى نتكلم على KPIs والprograms للeconomic dimension. هنكرر نفس اللي نعمله في السوشيال في الانفايرومنتال دايمنشن. performance indicators for economic development by year 2030. انا بس هكبر كده عشان اوريكم ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل ان انا عشان اشوف ايه اللي بيحصل لازم يكون عندي indicator. الindicator ده حاجه measurable ممكن اقيسها. وعشان اتاكد ان انا هروح للهدف بتاعي في سنة 2030 لازم يكون عندي نقطة في الوسط أتأكد منها إن أنا ماشي مظبوط ولا لا. عشان كده الخطة اللي حطها وزارة التخطيط بتقول إن كل إنديكيتور من الإنديكيتورز دي هما طبعاً عددهم 27 بس أنا الحقيقة مش واخد كل الإنديكيتورز، واخد ثلاثة من الأول وثلاثة من الوسط وثلاثة من الآخر. وبعدين زي ما شفنا في السلايد اللي قبل كده الانديكيتورز دي فيها ثلاثه جروبس: استراتيجيك ريزلتس، اوتكمز، وفي انبوتس. فاستراتيجيك ريزلتس ان انا اخلي ريال جي دي بي جروث ريت يتغير من 4.2 ساعه ما كتب الريبورت غالبا 2018 ل 12% وسنه 2020 المفروض يكون 10. يبقى ده مكتوب قبل 2018 او 2018 وده 10 وده 12. الجي دي بي بير كابيتا بتقسم الجي دي بي على عدد السكان وتحسبه باليو اس دولارز المفروض يتغير من الرقم ده من الرقم ده من الرقم ده زي 30 وهكذا. تمام. الاوتكمز عندنا مانيفاكتشرنج فاليو ادد اس برسنتج، عندنا التوتال تريد as percentage of GDP, the current balance as percentage of GDP. كلها مؤشرات اقتصادية ليها ثلاث قيم: current value 2020 target 2030 target. الindicators في موضوع الinputs عندنا income taxes مفروض according جدول ده ثابتة 22.5. value added taxes اللي هي الVAT مفروض ان هي ثابته على 10%. وبابليك انفستمنت ات لوكال ليفل هتزيد من 12.5 ل 20 ل 30 سنه 2030. واضحه الامور ولا في مشكله في فهم السلايد دي؟ عايز اسمع منكم. تمام. بعد كده الحته
الحاجه الرابعه بقى اللي هي البروجرامز اند بروجكت. انا بس برضه هكبر لكم الحكايه دي لانه موضوع مهم وله علاقه بقى بالكلام اللي قلناه في مصر المقرر. بص بقى دكتور احمد هو دكتور بعد اذنك هو في 2020 فعلا الارقام دي حصلت ولا لا؟ نعم في 2020 الارقام دي اتحققت ولا لا؟ اللي حضرتك بتقول كان يعني الجول بتاعنا كده. اه حاضر. هو طبعا في كل سنه في ريبورت بتصدره وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه وبتحسب الانديكيتورز دي بدقه شديده. بس احنا مش يعني مش عايز اخش في التفاصيل دي وبتجاوب على سؤالك ده بالتفصيل. يعني عاوز تعرف سنه 2000 دلوقتي احنا السيتويشن بتاعنا ايه كومبير ريبورت بتاع 2021 كده. جاوبت على سؤالك عشان تعرف اذا كنا فعلا اللي كنا حاطينه في الخطه تنفذ ولا لا. تمام شكرا يا دلوقتي بقى نشوف بقى programs and projects for the economic development until research. The Suez Canal Access Development Project طبعا عارفينها. The new administrative capital. The 4 million acres development project. Sinai Corporation for the شباب انا كنت عايز اكلمكم في حاجه. سامعين صوتي؟ سامعين حضرتك. اه بص يا شباب اتفضل. اللي موجود هنا ده عباره عن المشروعات اللي تحت بروجرام اند بروجكتس اللي هي جوه الانديكيتورز اللي هي جوه البيلرز اللي هي جوه الدايمنشنز. عشان كده لما انتوا هتعملوا الفاينل ريبورت بتاعكم الكولكتيف ريبورت ده لازم تذكروا لي النيو ادمنستريتيف كابيتال دي موجوده فين في الاستراتيجيه 2030. خلاص مش بس كده يعني دخل في 77 بروجكت. نعم في 77 بروجكت طبعاً. ضمن الانديكيتورز خلي بالك ده 77 بروجكت ده فين ده 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 في حاجه واحده ايكونوميك ايكونوميك ديفلوبمنت بالظبط كده. خلاص فالحاجه الثانيه انكم هتذكروا لي برده بعد ما نشرح المحاضره بتاعه الاس دي جي غالبا انا اللي هتكلم ما فيش تسجيل ليها فعشان كده الامر ده شديد الاهميه. اوكي يا شباب انا طبعا بقطع الفيديو في اوقات معينه عشان بس to draw your attention to something important. واني يعني لو في اي حاجه مش واضحه لو سمحتوا تكلموني. كمان هستغل الفرصه طالما عملنا البريك ده ان انا اتكلم في موضوع اللغه العربيه لانه كان شاغل الناس. يا جماعه يعني مش عارف اقول لكم ايه. ازاي انتوا عايزين تتخرجوا وتشتغلوا في international projects and you have very big problem في اللغه فيما يخص اسماء الاشياء. يعني هل انتوا شايفين ان احنا نتكلم كله بالعربي ونعمل الامتحان بالعربي وبعدين سيادتك تتخرج وما تعرفش تشتغل في كونسورتيوم عالمي فيه 500 شركه؟ يعني انا نفسي افهم. يعني دلوقتي انتوا بقيتوا قريب خالص من سنوات التخرج هل لسه اللانجوج في الحاجات البسيطه دي ده افري داي نيوز ده موجود في كل حته؟ ففهموني هل انتوا زي المجموعه اللي فاتت عندكم مشكله في اللغه العربيه برضو؟ لو سمحتوا ردوا عليا. لا يا دكتور خالص دكتور. وبعدين لو عندكم والله ما في مشكله خالص if somebody have a serious problem I can help. بس مش عاوز ان انا يعني زي ما تقولوا انزل مستوايا الموضوع ان انا ما اتكلمش انجليزي خالص. طب كده يبقى احنا بنعلمكم ازاي بقى كده؟ تمام يا شباب. دكتور بعد اذنك. اتفضل. احنا بس يعني ممكن هو اللي كان قصده اللي كان بيسال على اللغه اللي بالعربي اكيد يعني مش هنتكلم كله بالعربي والامتحان يجي بالانجليزي بس هي المعلومه لما تتقال بالانجلش وشرحها بالعربي فالمعلومه بتثبت. طب ما هو ده اللي انا بعمله دلوقتي ولا انا بعمل حاجه ثانيه؟ ده صح انا بكلمك بالعربي اهو. تمام يا شباب هل في كومنتس على الكلام اللي انا قلته او استفسار او حاجه؟ ايوه دكتور بالنسبه للانفايرمنتال دايمنشن ايه البيلرز بتاعته؟ ما هو لسه احنا جايين يا ابني واحد واحده اهو احنا مسكنا واحد الايكونوميك والسوشيال بس الانفايرمنتال ما كانش موجود في السلايد. لو يا سيدي اصبر عليا يعني الانفايرمنتال دايمنشن جاي اللي هو فيه تو بيلرز يعني دلوقتي احنا لسه في الايكونوميك. اوكي ماشي يا دكتور. اهو. Development and investment
والنورث ويست كوست ديفلوبمنت بروجكت وجولدن تراينجل. طبعا زي ما اتفقنا انا مش كاتب كل البروجرامز ولكن مختار ستة من الاول واربعه من الاخر، وكاتب كمان حاجات من بقيه الريبورت يعني جزء من الاول وجزء من الاخر اهو. Developing cloud computing, developing information and communication technology industries وحاجات مشروعات تانية كتير. خلاص بعد كده هتنقل ل performance indicators بتاعت الفيلر التاني هو الايكونوميك دايمنشن اللي هو الانرجي. نفس الحكاية عندي استراتيجي وعندي outcomes وعدد الانديكيتورز كام 13 برضو هكبر كده عشان نقرا ايه اللي موجود في الانرجي اهو. ratio of primary energy supply to the total planned energy consumption و average duration of outage لو في كلام مش مفهوم سألوني. percentage change in energy intensity و share of energy sector و GDP strategic results. بالنسبه للاوتكمز عندنا percentage decline in greenhouse gas emissions from the energy sector، عاوزين الديكلاين ده يبقى 10% by the year 2030، with crude oil reserves with natural gas reserves with the efficiency of electricity production. نفس الحكايه بعد الكي بيرفورمانس انديكيتور بنبص على البروجكتس. ايه المشروعات الخاصه بالطاقه؟ ديفلوبنج ان انتجريتد انرجي استراتيجي، انرجي سيكتور ريستراكشرنج، ريفورمينج ذا كارنت ريجستريشن فريم ورك، وي امبروفينج ذا افشنسي اوف انرجي سبسيديز. انا هعمل معاكم شويه انتراكشن. يعني ايه امبروفينج ذا افشنسي اوف انرجي سبسيدي؟ عشان الشخص اللي بيسألني على معاني الكلام واتكلم بالعربي، ايه معنى نمرة اربعة دي؟ ايه يا شباب؟ ايه مش فاهمين حاجة خالص؟ يعني ايه improving the efficiency of energy subsidy؟ طب انا عارف يا دكتور ان هي بتزيد كفاءة الطاقة خالص دي، يعني ايه مش عارف تحسين كفاءة الطاقة. ميزانية طاقة. لا لا لا، هل في كلمة كده مش عارفينها في الأربع كلمات دول؟ هي سبسيدي. سبسيدي يعني دعم الدولة. هو هنا تحسين كفاءة الدعم في مجال الطاقة، ده معنى يعني الجملة دي. Infrastructure يعني بنية تحتية. Promoting innovation in the energy sector اللي هو innovation التطوير والاختراع. Applying environmental standards, improving skills development, establishing the nuclear station in Dabha. يبقى ده أحد البروجكتس المهمة نمرته 9 في Vision 2030. بعد كده هنخش على الفيلر الثالث اللي هو بيتكلم عن Knowledge, Innovation, Scientific Research. وعندنا ثلاثة أنواع هم 24 Indicator: Strategic Results, Outcomes and Inputs زي ما عملنا قبل كده، وأنا أكبر لكم هم عشان تشوفوا الIndicators بتاع Innovation and Education and Training. Global Innovation Index, Innovation Efficiency Ratio, the Companies Innovation Capacity Index كلها عبارة عن حاجات ممكن حسابها، وعندنا Current Value و Value 2020 و Value 2030. كده في عندنا ايه البروجكتس بقى الخاصة بالبيلر ده برضه راح اكبره. Carrying out critical reforms related to knowledge and innovation. طب هنقف عند الحتة دي بالذات.
هل كلمة innovation دي ليها علاقة بهندسة عين شمس ولا ملهاش؟ ليه علاقة؟ العلاقة اللي انت شايفها ان دكتور لو في مشاريع محتاجه مثلا فكر جديد او ابتكار، واحنا عندنا كان في ماده اسمها انوفيشن اصلا بناخدها برضه دي اس او. تمام كويس اهو، انت اكتشفت ان في ماده اسمها كلمه انوفيشن في اليونيفرسيتي ريكويرمنتس. هل في حاجه ثانيه ما سمعتوش على الانوفيشن هاف؟ دكتور ماجد غنيم ما تكلمكوش قبل كده ولا سمعتوا عنه؟ ما سمعتوش عن المركز، المبنى الجميل اللي في جامعة عين شمس اللي اسمه Innovation Hub والدورات التدريبية اللي المركز ده بيديها لكل كليات جامعة عين شمس؟ في فرع للInnovation Hub في كل كلية من الكليات، دي معلومة مهمة المفروض تعرفوها. للطلبة يا دكتور؟ نعم؟ هو نفسه اي دكتور. اي هاب بالضبط كده، الاي هاب ده عبارة عن مركز كبير في الجامعة ولو فروع في كل الكليات، هو بيشجع الانوفيشن في مجال البحث والتطبيقي في كل التخصص. Developing the restructuring the knowledge and innovation system. Comprehensive program to promote innovation. Developing a comprehensive program to simulate innovation activities by SME. طبعا واحد يقول ايه SME؟ يعني ده دي كلمة بتستخدم للشخص اللي بيعمل الكورس او بيألف اي حاجة، واختصارها subject matter expert لو انتوا عايزين تعرفوا عن الحروف. Activating public-private partnership to support and simulate innovation. اللي هو ان احنا بنشجع العلاقة ما بين القطاع الخاص وال institutions the public for us في مجال innovation. But معلش يا شباب حصل حاجة كده. هل كده شايفين ايه يا شباب؟ لسه مش حاجة ظاهرة. نعم؟ مش شايفين حاجة. مش شايفين حاجة. I'm sorry حصل. I did something. أنا I will طيب كده ايه الاخبار؟ ها يا شباب؟ يا دكتور تمام. طيب انا بس عايز اوصل للمكان اللي كنت فيه اهو. كده في عندنا ايه البروجكتس بقى الخاصه لو في مشاريع محتاجه مثلا فكر جديد او ابتكار، واحنا عندنا كان في ماده اسمها انوفيشن اصلا. للطلبة يا دكتور؟ نعم؟ هو نفسه اي دكتور اي هاب بالضبط. الاي هاب ده عبارة عن مركز كبير في الجامعة ولو فروع في كل الكليات، هو بيشجع ده دي كلمة هتلاقي جامعة اخر بقى حاجة Transparency and the efficient government institutions. خلي بالكم اللون الأزرق ده devoted to the economic dimension. فهتلاقي government efficiency score مفروض إنه يتصلح يعني إن كان 20-70 open government score كلها حاجة ليها دعوة بالtransparency أو الشفافية في إدارة الدولة. وهنا
حاجة عن الأوتكم، عدد السكان المواطنين في الجوفرمنت يعني موظفين الحكومة، كل موظف عنده كام سيتيزن. عاوزين نزود من 13 ل 26 سنة 2030 2040. ايز اوف كول اوف دوينج بزنس وفيفوريتيزم ان جوفرمنت ديسيشن ميكينج بروسيس والريجولار بيمنتس اند برايفز. ايه نمره 9 دي؟ يعني ايه الريجولار بيمنتس اند برايفز؟ مشاوي يعني او المصروفات غير قانونيه. بالظبط كده. مش الريجولار يعني غير منتظمه، يعني حد بياخد حاجه غير المرتب بتاعه، يعني المرتب هو ريجولار بيمنت، وبرايف زي ما انت قلت يعني حد رشوه. Share of funds allocated to training as a percentage of wage bill. يعني هنا بيشجع. طب يا دكتور لو سمحت، هو احنا المفروض المدفوعات غير القانونيه دي عايزينها تزيد ولا تقل؟ لا عندنا تقل طبعا. هو كده بالعربيه هجاوبك حاضر. الريجولار بيمنت اند برايف، الحقيقه احنا هنروح على الخطه ونشوف هو بيحسب دي ازاي، لان طبعا مش معقول هنزود البرايف ولا هنزود الريجولار بيمنت. هو بس يمكن صياغه الانديكيتور هنا مديت فكره ان احنا يعني زي ما تقول هنزود الرشاوى. لا لا، هو بس التعريف بتاعها بالانديكيتور او اندكس، مفروض كل ما زاد كل ما احنا قربنا من الترانسبيرنسي والجوفرنس المظبوط. بس انت يور كومنت از ويل تيك كده مظبوط. انا لازم اعرف الانديكيتور ده متعرف ازاي. هو مديله عنوان لكن هو متحسب بطريقه معينه، والطريقه المعينه دي اللي هتجاوب على سؤالك هو ليه الرقم بيزيد. لانه الانديكيتور كل ما يزيد كل ما تزيد الترانسبيرنس، مش عكس اللي احنا نفهمه من الجمله المكتوبه. هل كده جاوبت عليك يا مستر؟ تمام، شكرا لك. طب تعالوا نشوف ايه مشروعات الافيشنت جوفرمنت انستتيوشنز. تعالوا نشوف هل في حاجه من دول انتوا يعني كليكس، حاجه يعني انتوا عارفينها او قريتوها او سمعتوا عنها؟ ممكن لو سمحتم تقروا العشرة دول وتقولوا لي يعني في حاجة انتوا تعرفوا عنها. يا دكتور لو سمحت ممكن اسأل بس على حاجة صغيرة؟ نقطة رقم 9 برافو عليك فيري يعني إجابة جميلة للسؤال بتاعك. ممكن لو سمحت كومنت على نمرة 9 دي، إيه اللي أنت شايفه حصل في مجال نمرة 9؟ في أي منظمة حكومية في موقف الشكاوى في حالة إن الخدمة ما كانتش صح، أو في حالة مثلا إن الموظفين بيعاملونا وحش. هو بيساعد مثلا. بس لكن التحول الرقمي ده مش من ضمن نمرة 9؟ انا عايز اضيف ايه اللي هو المصر الرقميه دلوقتي بقى اسهل. انا لسه مجرب الموقع وعملت عليه خدمه، يعني دلوقتي بقى اسهل بكتير لما اروح احط الزحمه والطوابير. وكان وخاصه يعني كان عندي خدمه في الشهر العقاري، في بقى فالبلد مستنى توكيل انت عارف البيت لما تروح يوم كامل من اول لاخره، فدي كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. ورقم 10 برضه يا دكتور بقى الفايتنج مكافحه الفساد وكده. كان في قريت مرة كان عاملين منظمة اسمها مكافحة الفساد وكانوا بيعملوا دورات تدريبية، بس أنا صراحة ما كنتش انترستد أوي بيها. لا ده كان في كمان ريبورت طلع من أسبوع كده على يعني مثلا التقرير القومي السنوي لمكافحة الفساد، وكان الحقيقة ريبورت جميل ممكن تنزلوه على الإنترنت لو في حد مهتم فيكم بمكافحة الفساد. بعد كده هنتنقل من الدايمنشن الايكونوميك للدايمنشن السوشيال. ايه اللي هنشوفه زي ما شفنا قبل كده؟ هنشوف اربع مجموعات من الجداول عشان
احنا عندنا اربع بيلرز في السوشيال دايمنشن، وكل بيلر منهم في عندنا جدول الانديكيتورز في ثلاث انواع، وبعد كده في بروجكتس وبروجرامز نفس. بس اللون هنا هيبقى لون مختلف شويه، ده لون كموني للسوشيال جاستس، وهذه الانديكيتورز الجيوغرافيكال جاب من هيومن ديفلوبمنت اندكس، هنا منها جاب فهي بتقل الارقام بكام. بس الجي دي بي بير كابيتا تقريبا ده متكرر من الانديكيتور اللي قبل كده. انكم اند كونسومشن ديستريبيوشن اندكس كلها حاجات ليها دعوه بالسوشيال جاستس او العداله الاجتماعيه. وبالنسبه للاوتكمز برضو عندنا مجموعه البروجكت. ايوه اتفضل. هي كابيتا يعني بس قبل ما نخش الاوتكمز. اه كابيتا يعني مثلا يعني عدد سكان يعني. بير كابيتا يعني للنسمة للفرد. للواحد يعني. GDP per capita يعني دخل للشخص بالكابيتا للنسمة للفرد الموجود يعني. يعني احنا عندنا كم نسمة في مصر؟ 2 مليون. اكثر شوية مش مشكلة. تمام. لو هو ده سؤالك يعني. بعد كده هنروح بقى على ايه؟ Justice programs. Reviewing and developing rules. حد يسمع على اي قانون تطور حديثا يعني؟ زي قوانين التحرش كده يا دكتور. برافو عليكي، دي حاجه جميله. قانون الرياضه كده جديده ده. نعم قانون الرياضه جديد. قانون الرياضه الجديد انا طبعا بالنسبه لتخصصي انا قانون الراي الجديد، لان انا ملتي ريسورسز اكسبرت في قسم الراي والهيدروليكا. فده قانون الراي ده حاجه عظيمه برضه. بعد كده institutionalizing the partnership between the state and the civil society، في حاجات كثيرة جدا عن الجمعيات الأهلية. The role of state authorities connected with transparency and protection، ولسه اتكلمنا على مكافحة الفساد في السلايد اللي قبل. بعد كده هنروح للبيلر الثاني اللي هو الهيلث. ده موضوع مهم قوي. ليه؟ لأن الأمور اتغيرت خالص اليومين دول بسبب إيه يا شباب؟ حد عارف؟ التأمين الصحي الشامل يعني. يعني انا كان قصدي بسبب الكورونا، لكن ما يبقاش حاجه انت فتحت في موضوع الحاجات اللي بتعملها الدوله. طبعا الانديكيتور اهمهم اللايف اكسبكتنسي ات بيرث، ان المفروض الناس اللايف اكسبكتنسي بالسنين يعني بيزيد مع تقدم الخدمات. ماتيرنال مورتاليتي يعني ايه ماتيرنال مورتاليتي؟ لا هو الموت عند الولاده. بالظبط كده. والchildren mortality especially before 5 years ده indicator مهم قوي، هيقل مع الزمن. وبعدين في composite indicator for children nutrition of 3 sub indicators، في حاجه اسمها stunting، وحاجه اسمها gantry، وحاجه اسمها anemia among children less than 5 years. يعني لما يجوا يحسبوا الكومبوزيت انديكيتور، يعني ايه كومبوزيت انديكيتور؟ عاوزين يشوفوا التغذيه اللي الاطفال بياخدوها. الحكايه ليها ثلاث انواع بيقيسوها بستانتي وجانتري وامينيا وانيميا among children، وهي دي النسب اللي هم عاوزين يعدلوها. بالنسبه عارفين ستانتي يعني ايه؟ ما حد بيسالني. وبعد كده تقولوا بقى مش عارفين الانجليزي. يعني يا دكتور يعني تقزم يا حبيبي، يعني يجيبوا الطفل قبل 5 سنين ويشوفوا طوله، ولو لقوه اقصر من الطول اللي المفروض يكون فيه يبقى دي نتيجه من نتائج المال نيوتريشن ان هو عنده ستاندرد. والجانتري دي غالبا يعني الهزال، وده بيقيسوا البارامتر بتاع دراعه، ولو كان اصغر من رقم معين بالسنتيمتر يبقى هو عنده الهزال. الانيميا برضو نوع من انواع الانديكيتورز اللي هي بالنسبه للاطفال يعني. بعد كده بالنسبه للاوتكمز ريشيو اوف سيتيزنز فولي كفرد باي سوشيال هيلث، وانت لسه بنتكلم على نظام التامين الصحي،
وطبعا انت عارفين التأمين الصحي ده ابتدى في بعض المحافظات وبيمشي بترتيب معين. عارفين ايه اول محافظة اتمتعت بفول ميديكال كوفرج او ميديكال انشورنس؟ محافظة بورسعيد. بعدين ريسبونس للانترناشنال هيلث ريجوليشنز، ودي حاجة مهمة قوي خصوصا في وقت الكورونا وخصوصا في موضوع السفر بالذات. Social composite indicator for social services, percentage of population using safe drinking water, دي عندها نسبة عالية قوي. Percentage of population having sanitation system, وهنا بقى بيقول لك يعني الأرقام في مصر طبعا عالية قوي، لكن محتاجين بعض التركيز في موضوع sanitation system اللي هي خدمات الصرف الصحي. وهنا number of hospital beds. وآخر حاجة indicator for employees in the health sector اللي هو number of physicians per 10,000 citizens و number of nurses per 10,000 citizens. طبعاً الخدمة الصحية في مصر مفروض إنها تتحسن شوية، وهنا بيقول لك دي الأرقام اللي هم عاوزين يوصلوا لها في الثلاث نقط الزمنية اللي احنا بنبص فيها الـ current value 2020 و2030. هيا شباب اي اسئلة او استفسارات؟ انتوا شايفين قد ايه report structured ولا مش شايفين؟ احسن reports اللي انا قريتها بصراحة، لانه هو منظم جدا بينتقل من dimensions للـ pillars، وهو الـ pillars بيشوف الـ indicators وبيشوف الـ proof. هنا البرامج الصحية intensive health care coverage enhancing preventive and health programs. جامعة عين شمس فيها حاجة بتعملها في الهيلث بتميزها عن بقية الجامعات، وإيه علاقة جامعة عين شمس بالمستشفيات والصحة؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ عايزين شرح ليك يا دكتور، يعني ايه اصلا الجمله دي كلها؟ حاضر يا نايم. برسنتج ليه قصدك؟ برسنتج اوف اكريديتد بري يونيفرسيتي ايدكيشن انستتيوشن قصدك على دي؟ ايوه. بص يا سيدي، يعني النسبه المئويه من المؤسسات التعليميه ما قبل التعليم الجامعي التي حصلت على الاعتماد. هل كده واضحه الجمله؟ معنى كده ان في مصر حاجه اسمها الهيئه القوميه للاعتماد وجوده التعليم، ودي تابعه لرئيس الوزراء مباشره، يعني رئيسه المركز ده اللي هي استاذه عندنا في الكليه، هي بتتكلم مع رئيس الوزراء على طول، يعني هي فوق وزير التعليم وفوق وزير التعليم العالي، وعندها مجموعه من الخبراء بيروحوا الادوكيشن انستتيوشنز ويعملوا يبصوا على الدوكيمنت يشوف الموقع وكده. انا كنت عملت زياره عشان اعمل اكريديتيشن لكليه الهندسه جامعه القاهره، مش هتصدقوا من ضمن الحاجات بتاعتي ان انا اخش الحمام واشوف نظيف ولا لا،
وفي ميه على البلاط وبيزحلق ولا لا عشان الطلبه ما يحصلهمش حاجه، وكذلك قاعات التدريس. فبيبقى في شروط قاسيه شويه عشان المؤسسات التعليميه دي تاخد الاكريديتيشن او الاعتماد. وايه اهميه بقى ان الاديوكيشن انستتيوشن ده ياخد الاعتماد؟ عشان الشهادات اللي الولاد بياخدوها من الكليه دي يقدروا يشتغلوا بيها. ما ينفعش كليه تبقى ماشيه وبتدرس في مصر وبتدي شهادات من غير ما يتم اعتمادها من الهيئه القوميه لجوده التعليم والاعتماد. هل كده جاوبت على سؤالك؟ تمام. بس كان عندي سؤال تاني، هو في اعتماد محلي واعتماد دولي؟ لا، احنا عندنا اعتماد محلي بس. بس كان في مرة عندنا في الكلية بس لأ بكورونا، كان في جروب كده من ناس كانوا أجانب وكانوا بيلفوا الكلية بالطفطف. أنا هقول لك اسمه، احتمال كبير إن الكلام اللي أنت بتقوله ده عبارة عن حاجة ليها دعوة بالشهادات اللي بتتاخد من جامعة عين شمس وجامعة تانية زي إيست لندن. فطبعاً بتوع إيست لندن لازم يجوا يشوفوا أمال هيدوا شهادتهم من غير ما يبعثوا الخبراء بتاعهم ويشوفوا جامعة عين شمس دي شكلها ايه. لكن احنا الغرض الاساسي من التعليم الجامعي ان هو يدي شهادة بتشغل الناس في مصر، وبحتة تانية بيعترفوا بشهادات مصر. لكن كل ان يجي خواجات يفتشوا علينا دي بتبقى حاجة خاصة عشان فيه سبيشال بروجرام، لكن مش ده النور. هل كده جاوبت عليك؟ انا شخصيا لو مصري مفيش خواجه يخش عندي خالص الا وانا عايز يعني استفيد منه، لكن يفتش عليا بتاع ايه يعني؟ ايوه يفتش عليا مصريين هم اللي بيدوني الاعتماد، لكن انا ما باخدش الاعتماد من هيئه اجنبيه. ايجيبس رانك ان ذا براند ريبيوتيشن كواليتي اندكس وبعض الحاجات الثانيه وبعض الاختصارات بقى الخاصه بالإدوكيشن. بالاوتكم نمبر اوف ايكويبد سكولز فور تالنتد اند اوتستاندينج ستودنتس. ممكن نتكلم في الحكايه دي. يعني ايه نمبر اوف ايكويبد سكولز فور تالنتد اند اوتستاندينج ستودنتس؟ يلا يا شباب. مدارس بتاعت الناس الفائقه في الرياضه او في المواد اللي هي العلميه. صح. انا شخصيا ليه دعوه بالموضوع ده، لان انا بدرس في كليه التربيه دراسات عليا للمدرسين وللنظار بتوع مدارس ستم. لو تعرف مدارس ستم، ايوه مدارس ستم دول حاجه متميزه جدا لانهم بيسموهم مدارس التكنولوجيا المتقدمه، والطلبه بتوعهم ما تصوروش قد ايه يعني بيبقوا الجامعات بتتخطفهم لانهم مدرسه داخلي وكل المنهج بتاعهم معتمد على الانوفيشن، سواء بقى في كل انواع العلوم اللي بياخدوا. وكانت انا شغلتي في كليه التربيه ان انا يعني ادي الدبلومه اللي المفروض تسهل للمدرس ده انه يشتغل في مدارس ستيم. مدارس ستيم دي منتشره في كل محافظات الجمهوريه، يعني مش في مصر بس. يمكن اشهر اثنين في مصر مدرسه بنات في المعادي ومدرسه ولاد في 6 اكتوبر. معرفش إذا كانت المعلومات دي تهمكم ولا لأ. في سكول انرولمنت ريت، عايزين نشوف الكي جي قد إيه، عايزين نزودهم من 31 إلى 80. شير أوف سبيندينج أون بري يونيفرستي إدوكيشن إن جي دي بي، واللي هي دي بقى طبعاً رقم قليل قوي، عشان كده في بعض النواحي في التعليم مترددة نتيجة الإنفاق في مجال التعليم قابل للجميع. دي البرامج. انا عايز برضو حد يقول لي اي حد فيكم يعرف حاجه من البرامج دي؟ خلي بالكوا الكورس كله على الميجا بروجكتس والبروجرامز اللي بتعملها الدوله، فعشان كده انا ابتديت بالاستراتيجيه او الرؤيه بتاعت مصر. يلا يا جماعه حد يقول لي في العشره دول حد شايف حاجه تلفت انتباهه يعني او يعرف عنها؟ اتفضل. اللي هو تطوير التعليم الاساسي اللي هو تطوير المدارس وكده. تمام.
ورقم 5 برضه عشان المحور الأمية. صحيح، أنا من ضمن الحاجات اللي بعملها إن أنا بدرس في مركز تعليم الكبار اللي هو مسؤول عن المحور الأمية، وعايز أحكي لكم حكاية كمان. إن المفروض المتخرجين من الجامعات كل واحد بيتخرج مفروض يمحي أمية تقريبا 20 واحد، وعشان كده جامعة عين شمس كانت في السنين اللي فاتت ما عدا السنة دي، السنة دي جامعة طنطا هي نمرة واحد على عدد الناس اللي تم محو أميتهم بواسطة خريج الجامعات. والحقيقة المركز ده مركز مهم قوي، وأنا روحت وعملت لهم تدريب في الموضوع يخص التنمية المستدامة، وقابلت مدير المركز اللي هو فورشنتلي يعني أستاذ من عندنا من جامعة عين شمس من كلية التربية. هو محور الأمية بعد التخرج ده دكتور ايه بيبقى للناس اللي هي من كليات أدبية زي التركية والكلام ده ولا هندسة؟ كل الخريجين من الجامعة مش بتوع الكليات الأدبية، يعني جامعة عين شمس الخريجين بتوعها بيروحوا يمحوا الأمية، وبعدين يعدوا آخر كل سنة هم محوا 100 كام واحد ويعملوا مسابقة ويطلعوا الأول والثاني والثالث. هو قصده يا دكتور يعني كليات الهندسة برضه من ضمن الكليات دي؟ أعتقد ذلك، لكن مش عارف. تقريباً كليات العملية. نعم؟ تقريباً مش مدخلين الكليات العملية في الموضوع ده، أنا ليا صحابي في عين شمس تجارة وكده، فهندسة وطب وبعض الكليات التانية مش داخلين في الموضوع ده تقريباً. احتمال إن كلامك مظبوط. هما زي ستريكت themselves، لأن غالباً الدولة هتبقى محتاجة الناس اللي هما تخصصاتهم غير أدبية في حاجات تانية، فيمكن كلامك يبقى مظبوط فعلاً. بعد كده في key performance education and training، وهنا بيتكلم لك على اهو برضو indicators تانية. percentage of technical education graduates working in the field of specialization، دي حاجة بقى ليها دعوة بالإحصاءات اللي بتعملها جمعية خريج كلية هندسة عشان تشوف بقدر الإمكان تعرف تجاوب على سؤال، هو الواحد لما يتخرج يشتغل في تخصصه ولا لا. وبعدين الرانك بتاعت مصر في التكنيكال إدوكيشن، لأن الوزارة بتاعت التعليم اسمها وزارة التعليم والتعليم الفني. وإنديكيتورز تانية تخص الفوكيشنال تريننج. يعني إيه فوكيشنال تريننج؟ محدش عارف؟ Vocational training يعني التدرب بعد التخرج. Number of technical education schools according to demographics، عدد المدارس الفنية، وده موضوع برضه مهم جدا في مصر. وبعدين percentage of technical vocational institution based on partnerships with civil society، يعني المدارس اللي بتأسسها المجتمع المدني. وبعدين يعني average number of students per class، فهنا بيقول لك 30 طالب 38 هيبقوا 30 وهيبقى زائد 2030 30 students. ثم غالبا هنا قصدهم التعليم العادي مش التعليم الهاير education. تعالوا بقى نشوف البروجرامز بتاع الeducation، وانتوا اكيد هتريكوجنايز بعض الحاجات اللي هنا. حد لو سمحت ليش معايا؟ مهم يعني في حتة إن الطالب يبقى بيتدرب وبيشوف الحاجات بره الكلية عاملة إزاي في مجال العمل أو كده. لا غالبا إن هنا له دعوة باللايسنس، الموضوع تاني خالص. يعني adopting professional practicing license program، يعني نتبع برنامج لإعطاء رخصة لممارسة الأعمال بعد التخرج في الموضوعات الفنية.
ونمرة 8 Academy for Technical and Vocational Education يكون موجودة for developing and applying the Egyptian National Qualifications Framework for Technical Education Vocational Training. مش عارف إذا كنتوا تعرفوا إن نقابة المهندسين كانت عايزة تعمل زي إجزام كده لممارسة الهندسة ولا أنتم ما سمعتوش الحكاية دي؟ لا عشان يعني يحدوا من عدد الناس اللي مثلا الخريج اللي هو مثلا مش مؤهل ان هو يبقى مهندس. احتمال كبير قوي ان هو ده السبب. عاوزين لان مهنه الهندسه ما يبقاش اي حد يمارسها عشان الناس ما تموتش، يعني لو بنى مبنى ولا عمل ستراكشر ومش ستيبل هيبقى في مشكله. بعد كده education and training وبرده ده في الهاير education. بصوا هنا كان في technical education and training وهنا كان في pre-university education. عشان كده تلاقي اللون التمويل ده كتير ليه؟ لان البرامج حطوها جوه subsection. فهنا بقى pre-university education وهنا technical education and training وهنا higher education. عرفتوا ليه الجداول كتير؟ تمام. هتلاقوا برضو هنا الكوينت ده بقى هاير ايدوكيشن. انا هكبر شويه واشوف اذا كان ليكم اي ريفلكشن في الموضوع ده. بليز هاف ا لوك على الجدول وقول لي ايه الاوتستاندينج بوينتس اللي موجوده في الجدول وليها علاقه ليكم لانه كنتوا هاير ايدوكيشن. هاير ايدوكيشن يا جماعه يعني بعد الجامعه. رقم 2 دي بتتكلم عن التوظيف اعتقد. يعني ايه؟ يعني البطاله. البطاله بالظبط. وبعدين ليها دعوه بالريسيرش. هاير ايدوكيشن انستتيوشنز اكريديتد. ايوه ادي بقى الهيئه اللي انا قلت لكم على اسمها اللي هي اسمها ناشونال اوثوريتي فور كواليتي اشورنس اند اكريديتيشن. وهنا الهاير ايدوكيشن انرولمنت ريت من سن 18 ل 22. يعني هاير ايدوكيشن دي يعني بعد الثانوي يعني اللي انتوا فيها الجامعه. Public spending per student in higher education per specialization. شايفين بتتكلفوا قد ايه يا شباب؟ ولا انتوا مش شايفين الحكايه دي؟ يعني هو دي عشان الجامعات الحكوميه يعني الطالب يتكلف ده؟ طبعا. خلي بالك ان التعليم اللي انت بتاخده ده لو انت في الميم ستريم زي ما انت كده يعني فطبعا اللي انت بتدفعه ده مش هو التكلفه الحقيقيه للتعليم. هو هنا بيقول لك public spending per student in higher education per specialization. طبعا الرقم ده بيختلف حسب التخصص لكن هو بيقول لك ده الأفريج في سنة 2012. زمان الرقم ده طلع دلوقتي بقى رقم أكبر من كده. هنا number of students per faculty member. طبعا انتوا لازم تعرفوا الأرقام بتاع هندسة عين شمس. أكتر كلية فيها الرقم ده ممتاز هي كلية الطب وتليها كلية الصيدلة وبعدين كلية الهندسة اللي هي نسبة الطلبة لكل faculty member. وبعدين اخر حاجه ليها دعوه بالديستي بتاعت السكان والجيوغرافيكال ديستريبيوشن. تمام كده؟ هو رقم 10 بس دي معلش. Number of students per faculty member according to specialization on average. يعني كل faculty member قدامه كام طالب؟ بنجيب عدد طلب الكليه ونجيب عدد الاساتذه ونقسم نشوف كم كل استاذ قدامه كم طالب بيدرس له. تمام شكرا. هتطلع 1.42 واحنا عاوزين نعملها 1.35 في المتوسط. طبعا الكليات العمليه الرقم ده المفروض يبقى اصغر من كده بكتير. غالبا في كليه الهندسه الرقم ده حوالي 14. Education and training programs. Higher education institution in participating with civil society
human capital development for the teaching staff. يعني تطوير الكفاءة بتاع الأساتذة اللي في الجامعة teaching staff. طب ده بيحصل عن طريق إيه؟ عن طريق الجودة والتدريبات اللي المفروض يأخذوها الأساتذة عشان يتراقوا والكورسات اللي تديها الجامعة للأساتذة عشان تدربهم. وفي تي اس دي سي ده اللي انا كنت المدير بتاعه اللي هو تيشر سبورت اند ديفلوبمنت سنتر، وده عباره عن سنتر لتدريب الاساتذه على التقنيات الجديده، وكانوا عملوا شغل كبير قوي على ازاي التدريس عن بعد لما جت الكورونا. وفي في الموقع بتاعه دورات تدريبيه كتير جدا، يمكن عشرات مليات. في حاجات انا بنفسي اللي حطيتها كمدير او ك يعني subject matter experts في موضوعات زي تحط الامتحان وزي تستخدم البرنامج اللي بيعمل MCQ وحاجات تانية. وانا الحقيقة عندي المحاضرات بتاعتي دي واكتر منها بكتير في يوتيوب شانل، فاذا كنت انتو حبيت تبصوا عليها مفيش مشكلة. Enhancing quality of higher education institutions and updating the admission system for higher education. ده اللي هو الادميشن سيستم، ده اللي هو انك انت بتقدمه على عن طريق اونلاين ادميشن وريجستريشن. تقريبا الكلام ده موجود في كل الجامعات نتيجه التحول الرقمي، وان كل حاجه بقت مبرمجه. بعد كده هنيجي للكالتشر، وده موضوع محبه جدا، وده هنا بيتكلم على التوريزم عن travel competitiveness. وبعدين نتكلم على بعض الانديكيتورز لعدد السكان. يمكن المهم في الموضوع ده البروجرامز. تعال نشوف في ايه في البروجرامز هنا بيلفت نظركم في الثمانية دول. مفيش تسعة المرة دي. ايه يا جماعة، حد يقول لي اي كومنت على الكالتشر بروجرامز؟ في حاجات مهمه بتحصل دلوقتي. رقم 8 ليه مهم، اللي هو حافظ على الاف بتاعنا، ما يبقاش اف هريم داخل التخطيط بتاعتنا يعني معانا. ايه تاني غير نمره 8؟ ايه رايكم في نمره 3 دي؟ لا هي نمره 3 تؤدي لنمره 8 مش كده؟ يعني في كالتشرال اندستريز، يقصدوا بايه كالتشرال اندستريز؟ صناعات ثقافيه دي زي ايه مثلا؟ حد عارف مشروع كبير قوي كان موجود وخلص امبارح؟ اللي هو المعرض بتاع تراثنا ده؟ برافو. ده كان موجود فين عارفه انت ولا مش عارفه؟ في ارض المعارض. مركز المعارض الدوليه. كلمه ارض المعارض دي فيها معنيين في جمهوريه مصر العربيه. اللي هو كان في التجمع ده. بالظبط. حد فيكم راحوا؟ يا دكتور انا كنت نزل تنظيم هناك تبع وزاره الشباب والرياضه. الله، انا كمان زرته واشتريت حاجات جميله، كل ما بيبقى موجود المعرض بزوره لان فعلا في حاجات موجوده. اللي هو نمره 6 تقريبا ادق، Protecting and Developing Heritage Crafts، هو ده تراثنا بالظبط. بعد كده نروح على Environmental Dimension. فاكرين في كام بيلر في Environmental Dimension؟ ولا الذاكره بتاعتكم ما تجيبش من اول المحاضره؟ أربعة؟ لا اثنين. أول حاجة الانديكيتورز، key performance for environmental until 2030. تعالوا نشوف بقى إيه هنا. هو ratio of total water consumption، fresh water consumption per capita، percentage of decreased pollution. دكتوره
حتتحدث معاكم على أنشطة وزارة البيع دي. One of my graduate students هي يعني شغلتها مرتبة عالية قوي في وزارة البيع، وهتكلم معاكم على حاجات ليها دعوة بالأنشطة بتاعت وزارة البيئة. The ratio of non-traditional water resources to water resources usage. إيه non-traditional water resources دي؟ معلش أنا دخلت بيكم في حتة ليها دعوة بيها شوية، حد يقول لي؟ المياه الجوفية مثلا أو تحلية مياه البحر؟ تحلية مياه البحر إجابة سهلة. إيه تاني غير تحلية مياه البحر؟ المياه المعالجة يمكن؟ مصر مشهورة خالص. انتوا هيجي لكم المتحدث الرسمي لوزارة الري المهندس محمد راني ويكلمكم على المشروعات القومية وإعادة استخدام المياه دي من الحاجات اللي مصر مشهورة بيها. وعندنا محطة من المحطات المعالجة داخل الجينيس بوك اوف ريكوردز 3 مرات، عشان تقريبا أكبر محطة تصرفها محطات المعالجة تصرف من حوالي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. طبعا الأرقام دي جايز انتم ما تبقوش عندكم مشكلة، يعني عندكم مشكلة فيها، لكن إن شاء الله لما تخش بعد المحاضرات هتعرفوا إنها حاجات مهمة ما ينفعش الواحد يتخرج من غير ما يعرف. إيه الإنفايرمنتال بروجرامز بقى؟ إيه الدور برضه الفكرة في وزارة نبات يعني الفكرة في وزارتكم؟ بلاش تسعة بقى المرة دي. 13 الـ Air Pollution نحاول نقلله شوية. أي كويس. وفي كلمة 13 كلمة أهم من كلمة Air Pollution الحقيقة. اللي هو عشان الحرارات المناخية. بالظبط. لأن كلمة Sea Level Rise اللي أنا كاتبها في الكورس ديسكريبشن هي هو ده نتيجة تغير المناخ. أكبر مؤثر لتغير المناخ على جمهورية مصر العربية هو ارتفاع منسوب سطح البحر. طبعا الـ 13 ده مهم جدا. كوستال مارين ايريز طبعا الاهتمام بيها راح اليومين دول كتير جدا، وحاجات تانية يعني شديدة الأهمية. هل في حاجة تانية؟ رقم 6 يا دكتور. رقم 6 ان احنا نقلل الحاجات اللي هي اللي هي الويستز زي اللي هي النيوكلير او الحاجات بتاعت الصناعه وكده اللي هي بتبقى خطر. دي اكتر حاجه هزارد سويس من وجهه نظركم مجبنه قوي دلوقتي، اللي هي زي الحاجات اللي بتطلع من مصانع الاسمنت. لا هو قصدنا بالهزارد سويس حاجتين فيري اوتستاندينج اللي هي مخلفات المستشفيات والمخلفات الإلكترونية اللي هي أجهزة الكمبيوتر القديمة والبرينترز والحاجات دي، كل دي هازارد سويس. طبعاً إضافة للصناعات اللي بتطلع حاجات زي ما زميلتكم قالت. في حاجة تانية؟ رقم 4 مستشفيات. Awareness to reserve the environment and natural resources. Providing incentives for more advanced alternatives and technologies for water conservation and natural resources protection. طبعا اليومين دول لسه والله يكون مع ناس عندهم شركة بتركب حاجة في الحنفيات اللي جوه البيت بحيث الواحد هو بيتوضى أو بيغسل سنانه أو بيحلق، أول ما إيده تعدي من تحت الحنفية المية تنزل لمدة معينة. لو بقى شال ايده عشان يكمل حلاقه او يكلم براشين بتقف الميه، وبالتالي وحتى كمان لو كان بيتوضا، وبالتالي ممكن يوفر كميه ميه كتير قوي. ادي معنى كلمه ووتر كونسرفيشن، يا اما في البيوت يا اما في الصناعه برضه. ناتشورال ريسورس بروتكشن ان احنا نحمي الموارد الطبيعيه بتاعتنا من التلوث. تمام؟ كلمه تكنولوجيز فور ووتر كونسرفيشن. وبعدين في حاجة تانية بتتركب على الدش وبتتركب على الحنفية بحيث بتخلي كمية المية اللي بتنزل أقل من المية العادية والإنسان ما يبقاش
ميه تخفيض الاحتياط شداد. محدش سمع عن التكنولوجيز الحاجات اللي بتتركب في البيت اللي بتقلل استهلاك المياه خالص؟ لا سمعنا عنها دي. تمام. بعد كده اربن ديفلوبمنت طبعا في ناس كتير تخصصوا في اربن ديفلوبمنت. هنا نيو اربن كوميونيتيز اللي هو زي العاصمه الاداريه الجديده فيها عن وفي housing gap indicator for passenger using transportation the green landscape in cities. يعني الحياة دكتور اسمح لي دكتور لو سمحت يا دكتور ايوه بقول لحضرتك احنا مش سامعين كويس الصوت بيقطع بقاله اكتر من 3 دقايق. ما هو يوصل في حاجه في النتورك لكن انا سامعكم كويس. اوكي تمام. هنا في Reforming Institution and Governance System of Urban Development و Eliminating Informal Settlements. ايه بقى كلموني على Eliminate of informal settlements and insecure areas. قصدهم ايه بمدرستنا دي؟ عشوائيات؟ كده. ايه بقى المشروعات اللي انت بتسمع عنها فيها دعوه بالعشوائيات في مصر؟ كان في حاليا بدا المدن الجديده عشوائيات كتير طارت تقريبا ونقلهم كلهم المدن الجديده. لا 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 ده في اسامي المشروعات بتاعتها زي الاسمرات كده بالظبط كده. برافو عليك. الاسمرات is one of them. بس الاسمرات دي واحده من سلسله من مشروعات التخلص من العشوائيات. حد عارف اسم ثاني غير الاسمرات؟ هو يا دكتور مش اسم محدد. احنا عندنا مثلا في منطقه جنبينا كده في ارض خدوها كبيره وبيبنوا فيها عمايل بديل العشوائيات بس ما يعني ملهاش اسم محدد في الحته اللي بتسمع المعصره. بس لازم يكون لها اسم. معلش احتمال Structure, how people report to the president and the party.
يبتدي من المنسيباليتيز والوزارات والايجنسيز ويروح للحكومه. في بزنس اورجانيزيشن والسيفل سوسايتي بيريبورت للاستراتيجي امبلمنتيشن المونيتورنج اللي اتكلمنا عليها في السلايد اللي فاتت، ودول بيطلعوا الريبورتس بتاعتهم للبريزدنت والبارلمنت. في اخر سلايد بتعبر عن عندنا تو انتيتيز، مونيتورنج اوف ميكانيزمز ومونيتورنج اوف ريزلتس. بيبين هو بيريبورت لمين؟ هكبر بس عشان تشوفوا كده. هل شايفين الجماعه ولا مش شايفين؟ شباب هلو municipalities with ministries with agencies, they report performance follow-up reports. وبعدين بتطلع لي وزارة التخطيط، وبعدين performance follow-up reports، وتطلع لمجلس الوزراء، وبعدين توصل في النهاية للبريزيدنت. السلام عليكم يا شباب، ايه رأيكم في الفيديو اللي اتفرجتوا عليه ده؟ هو قطع في الاخر يا دكتور، ما سمع حاجه خالص. هو بيقطع صحيح، لان ده وارد، لان احنا الانفراستراكشر بتاعه الانترنت ما هياش حاجه فظيعه. لكن الحاجه الكويسه ان حتى وكم صوتي بيقطع يو ستيل كان ريد ذا سلايد، لان انا اي واز كومنتنج اون ذا سلايد. فانا شايف ان وي ديدنت لوز ماتش لما يعني كان في تقطيع في الصوت. انا بس كنت عايز دكتور لو سمحت. ايوه اتفضل يا باشمهندس. حضرتك انا كنت جاي يعني فرحت متاخر، لان كنت في محاضره الصبح وفي المواصلات، فالصوت كان صعب معايا شويه. فهل المحاضره بتبقى متسجله؟ المحاضره متسجله فعلا. تمام. طب ممكن سؤال ثاني يا دكتور؟ جدا. هو الماده هتبقى رايتنج ولا تبقى ام سي كيو؟ الماده هتبقى ام سي كيو، واحنا هنعمل كويزز من نفس طبيعه الام سي كيو عشان ندربك عليها. بس الحاجه اللي عايز اقول لك عليها ان الماده الماتيريال هي عباره عن الفيديو، مفيش حاجه غير الفيديو. ليه؟ لان السبيكرز اللي انا دعيتهم عشان يتكلموا زي dont like to release the powerpoint. وبالتالي في يعني حاجتين مهمين، ان الامتحان هيبقى ام سي كيو، والحاجه الثانيه ان المذاكره هتبقى من الفيديو. ولو عندكم برضو مشاكل في اللغه العربيه لو سمحتوا قولوا لي، لان انا كل اللي يهمني انكم تستمتعوا بالكورس والنمره بتاعتكم تبقى عاليه. فبنحاول بقدر الامكان تو ستريم لاين الانستراكشن والكلاس ورك عشان نتاكد يعني ان الجوب اللي احنا بنعملها فيري افيشنت. انا بس عايز اقول لكم ان انا النهارده دلوقتي خلاص فاضل 9 دقائق، ما قدرتش ان انا اتكلم على Sustainable Development Goals، فهنعمل تغيير بسيط بحيث we will start with Sustainable Development Goals في المحاضرة الجاية يوم الأحد 27 الساعة 10. Any questions؟ بعد إذن حضرتك يا دكتور. اتفضل يا باشمهندس. يعني ربنا يبارك في حضرتك، الفيديو يعني تمام، بس هي الفكره انا بحاول اكتب ورا حضرتك. تمام. انا بس كنت عاوز اعرف دلوقتي بالنسبه للارقام، بالنسبه للحاجات دي كلها، انا هراجع الفيديو تاني وهراجع السلايدز تاني لو حضرتك تديها لنا، وهركز على النقط. بس الفكره في الارقام، والفكره في ان الكلام كتير شويه، فهل في ديتيلز مثلا معينه؟ هي دي هقولك هجاوبك. بص يا سيدي، هو فعلا الارقام دي حاجه مهمه بصراحه، لانها ارقام يعني ارقام قوميه مهمه جدا، زي عاده يعني الاستراكشر بتاع الاستراتيجيه والاستراكشر بتاع الاس دي جيز. ففي بعض الارقام مفروض انك انت تحتفظ بيها بذاكرتك. لكن ليه الحكايه دي مش صعبه؟ لان انا لما باجي بالف المالتيبل تشويس كويشن وفي اربع ارقام، مش بجيبهم ارقام قريبين من بعض. وبالتالي انت لو مش حافظ الرقم قوي لكن حضرت المحاضره وسمعتها مره تانية قبل الامتحان، موست بروبابلي
هتبقى عارف الإجابة من غير ما تكون عارف الرقم نفسه. خلاص؟ يعني مثلا من ضمن الأسئلة، في كام دايمنشن في الاستراتيجية بتاعت مصر؟ أظن يعني هل حد فاكر هو كام؟ 3 دايمنشنز. 3 دايمنشنز، ايوه الأبعاد. طيب وكم بيلر؟ هو انا كان قصدي الارقام اللي حضرتك كنت بتبقى حاططها زي مش عارف اكسل شيت او حاجه زي كده، لكن الارقام دي لا هي 8 و2 يبقى 10 ده. تمام، برافو عليك. الحقيقه الارقام بتاعت اللي هي موجوده ان احنا عاوزين نبقى من 30 الاوائل وكده، غالبا لو جبت لك طبعا الارقام الثانيه صعب تحفظها، بس لو سالتك احنا عايزين بعد سنة 2030 نبقى مثلا ترتيبنا كام؟ اكيد عارف. تمام تمام، انا قصدي اللي هي الحاجات بتاعت مثلا current state وباي 2020 باي 2030 الارقام دي بس. لا لا طبعا لا يمكن اخليك تحفظ كده. وعلى العموم بص عشان الامور تبقى واضحة بالنسبة لك، اول كويز هتاخده هيكون في اسئلة، فهتعرف انا بسأل في ايه، وغالبا السؤال بتاعك ده هيبقى اجابته هتبقى موجودة في الكويز، تعرف يعني زي أنا بعمل السؤال، لأن هي دي الطبيعة اللي هتجيلي منها سؤال آخر السنة، وبالتالي الكويزز دي مهمة لأن هي بتدي لك تدريب طول ما احنا ماشيين عشان لما تخش امتحان آخر السنة تجاوب من غير مشكلة زي ما حصل السنة الترم اللي فات. ها ايه تاني؟ هو مين الشخص اللي مسؤول عن الكورس ده اللي هو الممثل بتاعكم؟ هل في حد مندوب للدفعة دي ولا لسه؟ هلو لسه يا دكتور، لسه ما يجراش حاجة، لما يبقى موجود قولولي. هو فاضل very few minutes على المحاضرة، فاحنا نلتقي بكم في يعني very soon، والمحاضرة تبقى متسجلة ممكن تحصل عليها من التيمز. تمام يا شباب؟ دكتور في حد عنده اسئله ولا حاجه عاوز يسالني عليها؟ انا سمعت يا دكتور، اتفضل. هو حضرتك المحاضره المفروض حضرتك احنا دفعه ميكانيكا باور عندنا محاضره يوم الاربع، حضرتك المحاضره دي حضرتك مش تديها خلاص هي المسجله ديت هنعتمدها ولا حضرتك؟ لا انا بدي محاضره واحده بس، دي مش بدي محاضرتين. هو نازل عندنا في الجدول يعني معاد للمادة محاضرة يوم الأربعاء. لا غالباً غالباً حضرتك هتحضر دي بس بكل، لأن أنا بقول نفس الكلام. أصل إحنا دكتور اليوم ده يعني النهاردة عندنا سكاشن، الأسبوع الجاي هتبدأ إن شاء الله، فمش هنقدر نحضر محاضرات أونلاين يعني. طيب يا ريت تشوفوا مين المسؤول أو المرشد الأكاديمي وتحاولوا تحلوا المشكلة دي معنا. تمام؟ لأن الطلبة جايين من أقسام مختلفة، أكيد هيحصل اوفرلاب يعني. اوكي، وتقول لي حصل ايه يا زياد. شكرا. اوكي دكتور، ومعلش هو لو امكن بس السلايد عشان لو هنذاكر مثلا مع الفيديو ولا نعم، او لو امكن بس السلايد عشان نذاكر مع الفيديو يعني اللي هو انا الحقيقه عشان ابقى كونسيستنت هفضل ان الماتيريال تبقى في الفيديو بس، خصوصا الريبورت اللي انا عملته في الفيديو ده موجود من الانترنت يعني you can download it it's very easy. اكتب بس Egypt strategy 2030 in English هيطلع كل اللي انا قلته ده مكتوب. حلو كده؟ تمام. اي سؤال تاني؟ في اي سؤال تاني يا شباب؟ هلو في أسئلة يا جماعة؟ حد تاني عايز يسألني حاجة؟ تمام، شكرا يا دكتور. العفو، نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله.